لي ده اصعب جزء في الدرس كله، لان اللي جاي كله كلام سهل جدا جدا جدا، يعني كلام سيستماتيك انت مش هتفكر فيه كتير، بس انت محتاج تركز وياريت تمشي زي ما اقول لك عشان توصل للناتج مظبوط. الشير موجود ولا مش موجود؟ الشير ظاهر موجودة ولا مش ظاهر يا باشمهندسين؟ موجود، بس كان في لاج. بس مفيش مشكلة. فدلوقتي يا جماعة أنا عايز أعمل إيه؟ أنا عايز أعمل الاستراكشر ديزاين لثلاث طبقات، أرمر، فلتر، كور. اكتب كده المقصود بالاستراكشر ديزاين عموما: حساب أوزان وسمكات كل طبقة، حساب أوزان وسمكات كل طبقة، الأرمر أوزان الحجارة بتاعه بتكون كبيرة، الفلتر أقل، الكور أقل وأقل، الأرمر الحجارة بتاعته يا بيكون يا طبيعي يا صناعي، الفلتر يا طبيعي يا صناعي بس نسبة الطبيعي تكون أعلى، يعني إحنا ممكن نقول إن هو ممكن يطلع طبيعي 70% أو 30% صناعي، الكور دايما طبيعي، الكور دايما طبيعي لأن هو جسم الحاجز، وبالتالي أنا ما ينفعش أكلف نفسي كتير جدا. أنا عايز من حضرتك تعرف لي طريقة واحدة اسمها هاديسون، طريقة اسمها هاديسون تاني. يبقى الطريقة اللي احنا هنستخدمها لإيجاد، الطريقة المستخدمة لإيجاد الاستراكشر ديزاين هي طريقة هاديسون. صفحة كام في الكيرفات؟ صفحة 52 الجزء اللي فوق. أول حاجة اسمها إيه؟ دبليو 50. إيه الدبليو 50 ده؟ اكتب ما بين قوسين كده أو اكتب جنبها قيمة الدبليو أرمر، وزن صخور أو أحجار طبقة الحماية بتساوي جاما إيه؟ جاما إيه؟ كتلة الحجر المستخدم سواء كان طبيعي أو صناعي. اتش اس تكعيب، اتش اس تكعيب، اتش اللي موجوده هنا في المعادله هي اتش 10، اتش اللي موجوده في معادله هاديسون هي اتش 10 بتساوي 1.27 اتش اس. اتش تكعيب، اتش اللي موجودة في معادلة هاديسون هي اتش 10 بتساوي 1.27 في الاتش اس عند التوي. انت قلت الدبليو 50 دي ايه يا باشمهندس؟ دبليو ارمر يا محمد، فكك من 50، دبليو ارمر على طول. تمام. تمام. فبيقول لك ايه؟ كي دي ده معامل اسمه Stability Coefficient أو معامل الاتزان، بيعتمد على عدة عوامل. أنا هقول لك العوامل وهرجع له تاني، هرجع له تاني، بس اللي هقول لك العوامل: عدد صفوف الرأس، نوعية الرأس، مكان القطاع، الميل، حدوث تكسر أو عدم حدوث تكسر، نوع الحجر المستخدم. هرجع له حالا، بس بس كي دي في الدلتا، الدلتا دي اللي هي بيسميها relative density of armor unit بتساوي جاما ايه على جاما ووتر ناقص الواحد. الجاما ايه هي كثافة الحجارة اللي انا استخدمها، جاما ووتر اللي هي كثافة المية، كوتان الفا اللي هي زاوية الميل بالنسبة للكوتان. اعكس يا علوان،
يعني انت كنت بتقول التان الصغير على الكبير والكوتان الكبير على الصغير. تمام. طيب ازاي احسب الكي دي؟ ادخل لي بقى صفحة 53 هتلاقي مكتوب اول حاجة armor units. الصفحة قدامك اهو. الناس اللي معاك كتاب تفتح الصفحة والناس اللي معاك الكتاب تبص في السلايدز. هتلاقي اول حاجة مكتوب armor units. يعني ايه armor units؟ يعني نوع الحجارة اللي حضرتك هتستخدمها. هتستخدم rough angular. rough angular ده يا جماعة ببساطة جدا يعني صخور خشنة طبيعية. ولا هتستخدم تترا وودز. هو كان في المسألة ايه لك ايه؟ تستخدم لي حاجة من اتنين. هي كيوري ناتشورال ستون. ناتشورال يعني طبيعي. ومش هتلاقي في الجدول طبيعي غير حاجة واحدة. rough angular التلاتة. تمام. يبقى الراف انجلر الثلاثة. طيب دي اول حاجة. يبقى انا دخلت بالراف انجلر يا باشمهندس. عدد صفوف الرص. عدد صفوف رص الارمر لير على طبقتين على الاقل. يبقى انا في الغالب برص على مرتين على طبقتين. طيب الرص انا هرص بطريقة معينة ولا راندوم؟ لا طبعا الرص بتاعنا بيكون راندوم. يبقى الراف انجلر ان بتساوي 2 البليسمنت راندوم. النوع الموجه اللي حصلت انا حصل عندي تكسر ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش يا سلمي؟ نون بريكنج. طيب نون بريكنج في الهيد ولا في الترانك؟ الدكتوره قالت لكم اللي هي هتحدد ده في الامتحان. بس الدكتوره قالت ان هي في الغالب هتجيب ترانك. يبقى انا دخلت بالراف انجلر اللي هي نوع الرص على كم صف؟ كيفية الرص؟ حصل تكسر ولا ما حصلش؟ والمكان اللي هو structure trunk او structure head. طيب والميل؟ لو دخلت بكل الميول هتلاقي الالفا الكي دي اسف زي ما هو ثابت. يعني بواحد ونص ولا اتنين ولا تلاتة يطلع في الاخر باربعة. معلش يا باشمهندس احنا هنستخدم الترانك ولا الهيد؟ ترانك او هيد. لا احنا هنستخدم الترانك بس يا محمد. تمام. انت قلت يا باشمهندس ال اتش اس 1 على 10 دي بتساوي كام من ال اتش اس الثاني؟ 1.27 يا علوان. تمام 1.27. نكمل كده. انا جبت الكي دي باربعه. لا لو كان روف انجلر يعني طبيعي. طيب نفترض ان هي ما طلعتش طبيعي انا هعمل ايه؟ احولها لصناعي. هو كان في الغالب وعلى فكره ده اللي بيحصل انا يا بستخدم طبيعي يا بستخدم يا اما كيوبك اللي هو موديفايد كيوب ده يا بستخدم تترا وودز. دول الثلاثه اللي عندنا في مصر. فهو كان في المساله قايل لك والله لو ما كانش طبيعي استخدم لي تترا وودز. فانا هم داخل تترا وودز اهو نفس الفكره. عدد صفوف الرص 2. الرص عشوائي ما حصلش تكسر. هلاقي 1.5 الفا بيتا جاما ولا اللي هي كوتان الفا الواحد ونص واثنين وثلاثة. فيطلع لي في حالة الصناعي الكي دي بكام عند التترا وودز؟ بالتمانية. هو فين مروان؟ موجود يا هندسة. يا مروان مش سامع كده. انا عايزك وانت شكلك بتشجع تشيلسي. لا مفيش مشاكل. انا ما بشجعش تشيلسي والله. خلاص ترجع السيتي يعني. فهتلاقي هنا النون بريكنج بثمانية. عندك مشكلة طيب في الدرس لحد دلوقتي؟ لا كله تمام يا هندسة كله تمام. يبقى النون بريكنج بثمانية يا جماعة. يبقى أنا وصلت إن الكي دي في الحالة بتاعتي وما حصلش تكسر يا بأربعة يا بثمانية. طب لو حصل تكسر هتقول لي يا باتنين يا بسبعة وخلاص كده. يبقى أنا عرفت كمان الكي دي. بعد ما عرفت الكي دي اقدر اطبق في القانون اللي فوق اجيب ال W50 على طول. وعايز اقول لك ان دي هتبقى ال W armor. في مشكله يا جماعه في انك تحسب ال W armor دي بالطريقه دي؟ في حاجه مش واضحه في القانون؟ ان اس دي يا باشمهندس احنا مالكش دعوه بالكلام اللي تحت يا سيل يا
يا طارق انا بتكلم على القانون اللي فوق، فكك من اي حاجه مكتوبه تحت. تمام. حد عنده مشكله في القانون ده؟ في لي قلنا نطلع، تطلع يا 2 يا 7 كام؟ يا 4 يا 8 يا 4 يا 8 2 يا 7 لو كانت في البريكنج يا سيدي، انما 4 يا 8 في حاله اللي مفيش بريكنج مفيش تكسر. تمام جدا. كده الدبيو بتاع هاديسون، كل الكلام اللي قدامك ده الناس اللي طبعت اكتب كده لاغي، ده اللي بياخد في اعتباره الدامج والنو دامج والكلام الاهبل اللي انتوا كنتوا مفروض هشرحه واللي كذا حد طلب مني ان اشرحه، ده لاغي مش عليك اصلا. انت مطلوب منك بقى من بدايه الفلتر رير، انا حسبت ايه الدبيو ارمر، ركز معايا عشان دي مهمه. لو انا قلت لك الدبليو ارمر طلعت كطبيعي 10 هي هتطلع معاك 36 مثلا، انا قايل لك اقصى حاجه في الطبيعي كانت كام؟ 5 طن. يبقى انا لو انا استخدمت الطبيعي انسيف زي المساله قدامك اهو، طلع معاك 40 وطلع معاك 50 صناعي مثلا، الطبيعي اقصى حاجه كانت 5 يبقى انسيف، يبقى انا في الحاله دي هستخدم الصناعي، وهم قايل له ان الدبليو ارمر بتساوي 50 طن حجر صناعي. بقول لك انا بس من بعد الجدول دي ايه؟ من بعد الجدول ثاني بس معلش يا جماعه ركزوا، الله يبارك لكم ركزوا بس، يعني الموضوع انا ما عملتش اي حاجه غير اني عوضت في القانون، عوضت في القانون طلعت الدبليو ارمر، الدبي ارمر حاجه من اتنين، ايه الاتنين؟ يا طبيعي يا صناعي، جبت الطبيعي طلعت 40 طن، اقصى حجر للطبيعي 5 طن، فانا عديت الطبيعي الاقصى فيبقى ان سيف، فهم قالوا يبقى هيتم استخدام حجر صناعي، وهم رايح معوض في القوانين بدلاله القوانين الجديده بتاع الصناعي، يعني الجاما ال الصناعي والجاما ال الصناعي والكي دي بتاع الصناعي اللي هي 8، واحسب الدبليو اي اللي هي دبليو ارمر، تطلع معاك مثلا 30، يبقى يتم استخدام حجر صناعي نوع تترابودز وزنه 30 طن، وتخلي الطبيعي كده ثواني، وتخلي الطبيعي كده في مستطيل وتكتب هام، مش عايز حد يقاطعني غير لما اخلص الجزء كله بعد كده اسال. خلصت الدبليو ارمر، اروح احسب الدبليو فلتر، اول تعويض في الفلتر بنعوض بوزن الطبيعي، يبقى اول تعويض في الفلتر بنعوض بوزن الطبيعي، كان الطبيعي 40 بس كان انسيف في حاله الارمر، لو انا عوضت ب 40 على 10 لان هي دبليو ارمر على 10 يطلع لي الناتج ب 4، الاربعه ده قارنه بالخمسه، بما انه اقل من الخمسه فممكن فعلا يبقى عندي احجار طبيعيه بوزن 4 طن، يبقى سيف، يبقى انا سيف، موضوع انتهى. طيب لو وصلنا لنفس المشكله، الطبيعي كان 60 قسمت ال 60 على 10 طلع 6 طن، بقى عندي مشكله، ايه المشكله؟ ان انا ما ينفعش استخدم الطبيعي، نروح نعوض بدبليو الصناعي، الصناعي كان كام؟ كان 30، 30 على 10 ب 3 يبقى 3 طن صناعي، 3 طن صناعي، كلام واضح اهو، يا ريت يكون الكلام واتسن. خلصت الفلتر، اروح للكور، دبليو ارمر طبيعي على من 200 ل 4000، اوزان الكور بتتراوح ما بين 5 ل 1000 ل 100 كيلو جرام. كده انا خلصت كل الاوزان بطريقه هاديسون. بعد ما اخلص الاوزان ابدا اجيب حاجتين، سمكات وعرض الكريست، سمكات وعرض الكريست نفس القانون، هتلاقي الكلام ده صفحة 52، التي بتساوي ان في كي دلتا دبليو على جاما اس تلت، الكي دلتا اجيبها منين؟ صفحة 54، صفحة 54 هتلاقي مديك نوع الصخر المستخدم
وهتلاقي مديك عدد صفوف الراس وطريقه الراس، وبيقول لك اللاير ثيكنس كوفيشنت اللي هو معامل سمك القطاع اللي هو كي دلتا. تروح انت لو شغال راف ستون يبقى بواحد، لو شغال تترا وودز يبقى 1.04. ان دايما في السيكنس باتنين، ان دايما في السيكنس باتنين، ان في عرض الكريست بتلاتة، ان في السيكنس باتنين، ان في عرض الكريست بتلاتة. كده انا جبت الدبيوهات، جبت الدبيو ايه، جبت الدبيو فلتر، جبت الدبيو كور، جبت التي فلتر، جبت التي كور، التي ارمر، جبت البي، خلصت المسألة. يبقى الستركتشر ديزاين هو انك ببساطة جدا، ببساطة جدا انك تدخل تعوض باللي انت هنا فاضل التوي. انا مش هشرح التوي دلوقتي، هستاذن باشمهندس المراكب بس يبقى يشرحها لكم في فيديو وينزلها، لان انا صوتي راح وانا من الساعة 8 بره البيت، فخلاص يعني التوي هبقى انزلها لكم يا اما في فيديو، يا اما باشمهندس المراكب ينزلها لكم في فيديو صغير باذن الله. هي مش تاخد مننا 5 دقايق شرح بس، عشان بس انا خلاص يعني انا جبت اخري في الصوت والله. فيبقى انا جبت دبليو ارمر، دبليو فلتر، دبليو كور، تي ارمر، تي فلتر. رحت حسبت البي، هتلاقي البي صفحه 52 زي ما قلت لك، لان بتعوض في البي بتلاتة. يبقى انا كده خلصت المساله بتاعي وشكرا. طيب ازاي اعوض اروح للمساله بتاعي؟ ركز معايا بقى. احنا اول حاجه هنفترض ايه؟ هنفترض ببساطه جدا ان انا عندي الرف انجولر، لاني استخدم صخور طبيعيه، مديني الرف انجولر الصخور الطبيعيه الجاما ايه بتاعها ب 265، الجاما ووتر 1.025، كوتان الفا الكبير على الصغير يعني 1.5، الكي دي للرف انجولر ب 4 مش ب 8، ب 4 مش ب 8 تمام. دخلت ب 4 جبت قيمه الدبليو ارمر، دي قيمه الدبليو ارمر طلعت بكام؟ ب 36.41 من 100 طن. ايه يا باشمهندس ده طبيعي، طلع اكبر من 5، تقول له انصيف وتقوم حاطط لي ده في مستطيل وتكتب عليه هام، واروح اعوض بالتترابودز. تترابودز الجاما ايه ب 2.3 والكي دي ب 8، يطلع لك وزن الارمر، دي مش اف يا جماعه دي ايه، ظبطها عندك في المساله، ب 32.7. اللي انا جبته ده تقوم كاتب له كده، يتم استخدام صخور صناعيه نوع تترابودز وزنها 32.7. طيب السكنس كي بتساوي ان في الكي دلتا في الدبليو على جاما والسيتولت ان ب 2، التترابودز في الجدول 1.04، يبقى 2 في 1.04 على 32.7 على الجاما بتاعتها اللي هي 2.3 والسيتولت، يطلع معاك السيكنس 5.04، تقرب بالزياده تطلع معاك ب 5.1 متر. يبقى سمك طبقه الارمر 5.1 متر، والصخور المستخدمه فيها صناعيه وزنها 36.41 من 100، اسف 32.7 طن. خلصت الجزء ده، ادخل الفلتر لاير. الفلتر لاير ادخل 36.41 على 10 تطلع معاك ب 3.6، اقل من 5 يبقى حلو جدا. يبقى اول محاوله حاولتها استخدمت الصخور الطبيعيه طلعت سيف تمام، ب 3.6 اقل من 5 يبقى انا قشطه تمام جدا. طيب الجاما في حاله الصخور الطبيعيه ب 2.65، يبقى هتقول لي التي بتساوي ان في الكي دلتا في الدبليو على الجاما ايه والسيتولت، ان ب 2، الكي هنا غلط، الكي هنا بواحد لان شغال صخور طبيعيه، الكي هنا بواحد اهي اوريها لكم بس عشان تبقى فاهم. بص الصخور الطبيعية سموث ستون واحد، راف ستون بواحد، دايما الصخور الطبيعية بواحد. تمام؟ يبقى بواحد
3.6 ده وزن الحجارة على 2.65 طلع معايا 2.3 متر، يبقى انا كده حسبت W armor T armor W filter T filter. اروح للكور W كور على 200 ل 4000، W كور طبيعي برضو يبقى 36410، لان كان طن حولتها الكيلو جرام، تطلع معاك ما بين 9.1 ل 182.05 كيلو جرام. سيبها زي ما هي. حد عنده اي مشكلة يا جماعة؟ اي مشكلة في الاستراكشر ديزاين في الجزء الخاص بالسمكات والابعاد؟ انت فاضل لنا هنا البي، زي ما قلت لك البي هتساوي 2، بدل ما هي 2 تبقى 3، 3 في الكي دلتا في الدبليو على الجاما ايه والستولت. يبقى انا كده خلصت المساله. حد عنده اي مشكله او اي اسئله؟ يا ايه البي دي بس؟ البي دي اللي هي عرض، استاذ سلمي اجيب بس المساله بلا. ايوه عرض الحته اللي فوق دي اللي بتبقى ثلاث صخور على الاقل. ايوه اللي هي عرض الحته دي، اجيبها لك بس من الرسمه عشان تشوفها. اللي هي عرض الطريق ده كله السلم. تمام. يعني انا بالنسبه للكور بدل ما اجيب، ما طبعا ما فيش سمك للكور، بجيب له بس ايه البي بتاعه بالظبط، لان ما فيش سمك للكور لانه من البدايه خالص. تمام جدا. نفس قانون التي ايه؟ نفس قانون التي بس بدل تي بي، نفس قانون التي بس لان بثلاثة. جميل. والرقم اتنين ده زي ما هو ولا ده كان بتاعي ده؟ ايه؟ قول ايه مش سامعك، قول شاور لي، قول لي انا واحدة السلايد دي؟ اللي هو القانون بتاع التي، يعني نفس قانون اللي قصدي قانون البي نفس قانون التي، بس الفرق ان انا هغير 2 دي خلاها 3، والواحد واربعة دي هتجيبها اجيب المعامل الجديد من الصفحة برضه. بعد كده انت عنده اي مشكله يا جماعه في الاستراكشر ديزاين بتاع فاندر مير ده بتاعنا صح؟ الغي فاندر مير كله ملغي. طب هو كده اللي باقي في المساله، الجزء اللي باقي بتاع ايه اللي المفروض الباشمهندس المراكبي يشرحه؟ التوي. هي والله محمد انا لو قادر كنت شرحته، هو التوي بس انا اصلا لسه ما اتغديتش كمان، فهو ما اتغدى. بيبقى عباره عن ايه يعني؟ تصميم برضو زي ده كده سمكات وحاجات؟ التصميم خالص يا محمد، انت بتفترض ترايل اند ايرور حاجه. بس انا هعمل لكم الفيديو وابعته لكم، فيديو اعمل لكم الفيديو النهارده وابعته لكم، بس بالله ده تكمله للمساله دي بتيجي كلها كده. هي اخر حته، بص هي الحته دي بس، توي ديزاين الصفحه دي هي خطوات الحل دي، تعوض هنا وتوصل لهنا بس. وهي مكتوبه اصلا في الفيديو مظبوط ما فيهاش؟ ايوه لا هي مظبوطه في الفيديو ما فيهاش اي مشكله. انا هشرحها لكم في فيديو صغير وهنزلها لكم ان شاء الله النهارده. تمام. طب باشمهندس، لو النهارده ما ممكن ندخل احنا كمان شويه، يعني اللي عايز يدخل، مش كله يعني، اللي عايز يدخل يا عم. حبيبي انا هعملها مع نفسي بالليل يا الوان. انا والله العظيم الساعه 8 الصبح بره البيت يا ابني، ارحموا امي.